بالعودة للطقس ربا، الطقس المستقر رح يرجع يسيطر على لبنان من بعد ما شهدنا طقس متقلب بالأيام الماضية. الليلة احتمال نشهد تساقط ثلوج على ارتفاع 1500 متر مع أمطار متفرقة، الحرارة بيروت 12 درجة، 3 تحت الصفر بالأرز و5 درجات بالبقاع. بكرة الطقس عم بيكون قليل الغيوم لغائم جزئيا، بكرة الحرارة ببيروت على ارتفاع عم توصل ل 20 درجة، 16 درجة بالبقاع، 5 درجات بالأرز و19 درجة بالجنوب. الرياح لبكرة عم بتكون جنوبية غربية، حال البحر متوسط ارتفاع الموج، حرارة المي 18 درجة، أما نسبة الرطوبة فعم تتراوح بين 55 وال 85%. طقس الأيام اللي جاي على الشكل التالي: لبكرة الجمعة الطقس عم بيكون غائم جزئيا 20 درجة مع ضباب على المرتفعات، ارتفاع لنهار السبت ل 23 درجة، الطقس عم بيكون قليل الغيوم. أما نهار الأحد رح بتلاحظوا مشاهدينا ارتفاع ملحوظ لل 27 درجة، الطقس عم بيكون شبه صيفي مع غائم جزئية من وقت للتاني، لنهار التنين رجع نشهد طقس غائم مع انخفاض لل 21 درجة. هذا كان كل شيء بنشرتنا لليلة.